يومكم أيها الرجال، اليوم يومكم. إن الأمة اتجه سيف الدين قطز يبحث عن مكان مناسب يصلح للمعركة. وفي هذه الأثناء كان كتبغ قد وصلته فلول جيش التتار الفارة من غزة ينقلون إليه تحركات الجيش المسلم هناك. فغضب كتبغ غضبا شديدا لهزيمة حاميته العسكرية في غزة، وغضب أكثر لأن هناك من المسلمين من يتجمع لقتاله. وعقد اجتماعا استشاريا مع قادته، وحضر هذا الاجتماع الأشرف الأيوبي أمير حمص، واتخذ كتبغ قراره أن يتوجه بسرعة لحرب هؤلاء المسلمين. تحرك كتبغ بين جبال لبنان حتى دخل فلسطين من شمالها الشرقي، واكتشفت الاستطلاعات الإسلامية المنتشرة في المنطقة تحركات كتبغ، ونقلت الأخبار بسرعة إلى سيف الدين قطز. فأسرع قطز باجتياز مدينة الناصرة، وتعمق أكثر في الجنوب الشرقي حتى وصل إلى منطقة تعرف بسهل عين جالوت، وهي المنطقة التي ستدور فيها معركة من أهم المعارك في تاريخ الأرض. ومنطقة عين جالوت تقع قرب منطقة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين في الموقعة الخالدة، وهي قريبة كذلك من منطقة اليرموك التي دارت فيها معركة من أشرس المعارك بقيادة خالد بن الوليد. وهكذا ساهمت هذه الذكريات في رفع الروح المعنوية للجيش المسلم. ووجد قطز سهل عين جالوت منطقة مناسبة جدا للمعركة المرتقبة، فهو عبارة عن سهل واسع منبسط تحيط به التلال المتوسطة، كما يوفر مخبأ مناسبا جدا للجيش الإسلامي، فيسهل عمل الكمائن الكثيرة على جوانب السهل المنبسط. ورتب قطز جيشه بسرعة، فوضع على ناحية السهل الشمالية مقدمة جيشه بقيادة بيبرس، وجعلها في مكان ظاهر حتى يغري جيش التتار بالقدوم إليها، بينما أخفى قطز بقية الجيش خلف التلال والأحراش. وكان هذا الترتيب والإعداد في 24 من رمضان في عام 658، وانتظر المسلمون التتار على تعبئة كاملة، وعيونهم الاستخبارية تنقل أخبار كتبغ وجيش التتار، وقد اقتربوا جدا من سهل عين جالوت. وجاء جيش كتبغ وقد امتلأ بالزهو والغرور والكبر تسبقه سمعته العالية في سفك الدماء وتخريب الديار، وقد استكبروا على أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ومر الجيش غرب بيسان وانحدر جنوبا في اتجاه عين جالوت، حيث كانت القوات الإسلامية قد أخذت مواقعها ورتبت صفوفها ووقفت في ثبات تنتظر الجيش التتري. وبينما قطز في سهل عين جالوت، وإذ بأعداد غفيرة من المتطوعين المسلمين من أهل فلسطين يخرجون من القرى والمدن ليلتحقوا بالجيش المسلم، وقد تيقنوا أن حربا حقيقية ستحدث قريبا. هؤلاء المتطوعون ليسوا كالجيش النظامي في قدراته ومهاراته، لكنهم متحمسون ومتشوقون إلى العمل في سبيل الله، وهذه الحماسة تنفع كثيرا في ميادين القتال. واجتمع كذلك النساء والصبيان المسلمين، والصفوا بأعداد كبيرة على طرفي سهل عين جالوت ليكثروا سواد المسلمين، وقد علت أصواتهم بالتكبير والدعاء، وارتفعت صيحاتهم التشجيعية للقوات الإسلامية، وتحركت ألسنتهم وأيديهم وقلوبهم بالدعاء لرب العالمين أن ينصر الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. قضى المسلمون الليلة في القيام والابتهال والدعاء والرجاء، لأنها الليلة التي تسبق يوم الجهاد الأعظم، وفي صبحها سيكون لقاء عظيم يثأر فيه المسلمون لدماء الملايين من المسلمين التي سفكت على أيدي هؤلاء التتار الهمج. ولكن ترى كيف كانت أحاسيس قطز في هذه الليلة؟ أكاد أجزم أنها كانت قريبة من أحاسيس خالد بن الوليد رضي الله عنه في الليالي التي كانت تسبق المعارك، فيقول خالد: ما ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام، بأحب عندي من ليلة شديدة البرد في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله، متعة حقيقية لا يشعر بها إلا المجاهدون حقيقة. وانفجر الفجر، وصلى المسلمون الفجر في خشوع، ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة واستعدوا، وما هي إلا لحظات وأشرقت الشمس. هذا يوم الجمعة 25 من رمضان، هذا يوم من أيام الله. وبشروق الشمس أضاءت الدنيا، ورأى المسلمون من بعيد جيش التتار، وأتى
الجيش التتري المهول من اتجاه الشمال وبدأ في الاقتراب من سهل عين جالوت. وعلى أبواب السهل وقف الجيش التتري في عدده الرهيب وعدته القوية، ولم يكن بالسهل أحد من المسلمين، فقد كانوا يقفون جميعا خلف التلال، إلا أن مقدمة جيش المسلمين بقيادة بيبرس كانت لا تخفي نفسها، وذلك حتى يعتقد جواسيس التتار أن هذه المقدمة هي كل الجيش. ومع ذلك فعند قدوم جيش التتار كانت هذه المقدمة مختفية هي الأخرى، ثم أشار لها قطز أن تنزل من فوق التلال للوقوف على باب السهل لقتال الجيش التتري. وبدأت القوات الإسلامية تنساب من فوق التل إلى داخل سهل عين جالوت، ثم تتجه إلى شمال السهل للاقتراب من جيش التتار. ولم تنزل مقدمة الجيش دفعة واحدة، إنما نزلت على مراحل وفي صورة عجيبة، وكانوا يلبسون الدروع والعدد المليحة الملحمية. نزلت الكتيبة الإسلامية الأولى وهي تلبس ملابس أنيقة أحمر في أبيض، ونزلوا بخطوات ثابتة وبنظام بديع، وكأنهم في عرض عسكري لهم هيبة وعليهم جلال، ويوقعون في قلب من يراهم الرهبة والرعب. فبهت كتبغ وبهت من معه من التتار. هذه أول مرة يرى فيها كتبغ جيش المسلمين على هذه الصورة، لقد كان معتادا أن يراهم وراء الحصون والقلاع يرتجفون ويرتعبون، أو يراهم وهم يسارعون إلى الهروب فزعا من جيش التتار، أو يراهم وهم يسلمون رقابهم للذبح الذليل بسيوف التتار. كان كتبغ معتادا على رؤية المسلمين في إحدى هذه الصور المهينة، أما أن يراهم في هذه الهيئة المهيبة العزيزة فهذا ما لم يحسب له حسابا قط. ومهما كانت عظمة الكتيبة المسلمة وبهاؤها، فإننا لا نستطيع أن نفهم رعب القائد التتري السفاح زعيم الجيش التتري المهول. لا نفهم رعبه من هذه الكتيبة الصغيرة جدا بالقياس إلى جيش التتار، إلا في ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي. وبدأت فرق المماليك تنساب إلى أرض المعركة، وكل هذه الفرق هي مقدمة جيش المسلمين فقط، وهي أقل جدا من جيش التتار الرهيب. فقد احتفظ قطز بقواته الرئيسية خلف التلال، وقرر ألا تشترك في المعركة إلا بعد أن تنهك قوات التتار. وبعد أن نزلت مقدمة المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس، بدأت الفرقة المملوكية العسكرية تظهر على الساحة، وانطلقت في قوة تدق طبولها وتنفخ في أبواقها وتضرب صنوجها النحاسية. ووقف الأمير ركن الدين بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، بينما ترك السهل بكامله خاليا من خلفه. واقتربت جدا ساعة الصفر، واحتدم اللقاء، ونظر كتبغ إلى مقدمة القوات الإسلامية، وكان لا يدرك شيئا عن القوات الرئيسية المختبئة خلف التلال، فوجد أن قوات المقدمة الظاهرة أمامه قليلة جدا بالنسبة إلى قواته، ومع ذلك فهي في هيئة حسنة ومنظر مهيب. فأراد كتبغ أن يحسم المعركة لصالحه من أول لحظاتها، لذلك قرر أن يدخل بكامل جيشه وقواته لحرب مقدمة المسلمين. وهذا تماما ما كان يريده الملك المظفر قطز، وأعطى كتبغ إشارة البدء لقواته، وانهمرت جموع التتار الرهيبة وهي تصيح صيحاتها المفزعة. انهمرت على مقدمة جيش المسلمين، أعداد هائلة من الفرسان ينهبون الأرض نهبا في اتجاه القوات الإسلامية. أما القائد المحنك ركن الدين بيبرس فقد كان يقف في رباطة جأش عجيبة، ومعه الأبطال المسلمون يقفون في ثبات تام، وقد ألقى الله عز وجل عليهم سكينة واطمئنانة، كأنهم لا يرون جحافل التتار المرعبة هذا. حتى إذا اقتربت جموع التتار أعطى بيبرس إشارة البدء لرجاله، فانطلقوا في شجاعة نادرة في اتجاه جيش التتار. ولا ننسى أن هذه المقدمة الإسلامية قليلة جدا بالنسبة إلى جيش التتار، وارتطم الجيشان ارتطاما مروعا، وارتفعت سحب الغبار في ساحة المعركة، وتعالت أصوات دقات الطبول وأصوات الآلات المملوكية، وعلت صيحات التكبير، وامتزجت قوات المسلمين بقوات التتار، وسرعان ما تناثرت الأشلاء وسالت الدماء، وطارت الرؤوس والأعناق والأيدي والأشلاء، وعلى صليل السيوف على أصوات الجند، واحتدمت المعركة في لحظات، ورأى الجميع من الهول ما لم يروه في حياتهم قبل ذلك. كانت هذه الفرقة المملوكية من أفضل فرق المسلمين، وقد أحسن قطز اختيارها لتكون قادرة على تحمل الصدمة التترية الأولى، والذي يحرز النصر في بداية المعركة يستطيع غالبا أن يحافظ عليه إلى النهاية، ليس فقط للتفوق العسكري
العسكري ولكن أيضا للتفوق المعنوي، وكان كثير من أمراء هذه المقدمة بما فيهم ركن الدين بابرس كانوا من أولئك الذين شاركوا في موقعتي المنصورة وفارسكور، وبذلك يكون هؤلاء الأمراء من أصحاب الخبرة العسكرية الفائقة ومن أعلم القادة بطرق المناورة وأساليب القتال وخطط الحرب. ثبتت القوات الإسلامية ثباتا رائعا مع قلة عددها، مما دفع كتبغا إلى استخدام كل طاقته دون أن يترك أي قوات للاحتياط خلف الجيش التتري. كل هذا وقطز يراقب الموقف عن بعد ويصبر نفسه وجنده عن النزول لساحة المعركة حتى تأتي اللحظة المناسبة. ومرت الدقائق والساعات كأنها الأيام والشهور، ومع الفجوة الهائلة في العدد بين الفريقين فإن اللقاء كان سجالا حتى هذه اللحظات. كان هذا هو الجزء الأول من الخطة الإسلامية، استنزاف القوات التترية في حرب متعبة قدر الإمكان، والتأثير على نفسياتهم عند مشاهدة ثبات المسلمين وقوة بأسهم. ثم جاء وقت تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية البارعة، ودقت الطبول دقات معينة لتصل بالأوامر من قطز إلى بيبرس ليبدأ في تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية. وكان الجزء الثاني من الخطة عبارة عن محاولة سحب جيش التتار إلى داخل سهل عين جالوت، وحبذا لو سحب الجيش بكامله، بحيث تدخل قوات التتار في الكمائن الإسلامية تمهيدا لحصارها. وبدأ ركن الدين بيبرس في تنفيذ هذا الجزء من الخطة، فكان عليه أن يظهر الانهزام أمام التتار ويتراجع بظهره وهو يقاتل، على ألا يكون هذا التراجع سريعا جدا حتى لا يلفت أنظار التتار إلى الخطة، ولا بطيئا جدا فتهلك القوة الإسلامية القليلة أثناء التراجع. وهذا الميزان في الانسحاب يحتاج إلى قدرة قيادية فائقة، كما يحتاج إلى رجال أشداء مهارة في القتال، وقد كانت هذه العوامل متوفرة في الجيش بحمد الله. بدأ ركن الدين بيبرس في الانسحاب التدريجي المدروس، وكلما رجع خطوة تقدم جيش التتار في مكانه، وقام المسلمون بتمثيلية الانهزام خير قيام، وتحمس كتبغا ومن معه للضغط على المسلمين، وبدأوا يدخلون السهل وهم يضغطون على المسلمين، ومر الوقت ببطء على الطرفين، ولكن في النهاية دخل جيش التتار بكامله إلى داخل سهل عين جالوت، وانسحب ركن الدين بيبرس بمقدمة الجيش إلى الناحية الجنوبية من سهل عين جالوت. وفي غضون حماسة كتبغا للقضاء على جيش المسلمين، لم يترك أي من قواته الاحتياطية خارج السهل، بل أخذ معه كل جنوده. لقد كان من المفترض على كتبغا كقائد المحنك أن يترك قوات احتياطية خارج السهل لتؤمن طريق العودة في حال الخسارة، ولتمنع التفاف الجيش الإسلامي حول التتار، ولتراقب أي تحركات مريبة لجيوش أخرى قد تأتي لمساعدة المسلمين. لكن هذا لم يحدث. لقد توقفت العقلية التترية عن التفكير السليم في وقت حساس جدا من أوقات المعركة، وقد يفسر ذلك برغبة كتبغا في القضاء الكامل على قوات المسلمين وبحسم تام، وقد يفسر بالغرور والصلف الذي كان يملأ كتبغا من أم رأسه إلى أخمص قدميه، مما جعله يستهين تماما بقوات المسلمين. وقرار انخراط جيش التتار بكامله في سهل عين جالوت لا يتناسب مع قوات جيشه كجيش ضخم، ولا يتناسب مع ساحة المعركة التي تعتبر كقفص الذي له باب واحد، فإذا دخل الجيش بكامله القفص وأغلق الباب عليه فالنجاة تكاد تكون مستحيلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا دخل الجيش التتري القفص، ونجح الجزء الثاني من الخطة الإسلامية نجاحا مبهرا، وبدأ تنفيذ الجزء الأخير من الخطة، وجاءت إشارة البدء من سيف الدين قطز، ونزلت الكتائب الإسلامية العظيمة من خلف التلال إلى ساحة المعركة، نزلت من كل حدب وصوب، وأسرعت فرقة قوية لتغلق المدخل الشمالي لسهل عين جالوت. وبذلك في دقائق معدودات أحاطت القوات الإسلامية بالتتار إحاطة السوار بالمعصم، والخطة تسير في منتهى الإحكام والدقة. ومع ذلك فهذه الخطة تحمل في طياتها خطورة عظيمة على الجيش المسلم، لأن حصار التتار دون ترك فرصة للهروب سوف يدفعهم دفعا للقتال حتى الموت، وسيدفعهم لإخراج كل طاقاتهم، وسيقاتلون قتال المستميت، قتال المحصور، قتال الحياة أو الموت، وليس قتال الهزيمة أو النصر. ولكن إذا نجحت هذه الخطة فسوف يكون فيها هلاك عدد ضخم من الجيش التتري، وقد تكون هذه هي الضربة القاصمة القاضية على هذا الجيش الرهيب.
واكتشف كتبها الخطة الإسلامية بعد فوات الأوان، وحصر هو والتتار داخل سهل عين جالوت، وبدأ الصراع المرير في واحدة من أشد المعارك ضراوة التي وقعت في التاريخ. لا مجال للهرب ولا مجال للمناورات، السهل منبسط والمساحات مكشوفة، وليس هناك من حماية إلا خلف السيوف والدروع، ولا بديل عن القتال حتى الموت. حرب ضارية بشعة أخرج التتار فيها كل إمكانياتهم، وبدأوا يقاتلون بحمية بالغة، والمسلمون صابرون ثابتون، وظهر تفوق الميمنة التترية، وبدأت الميمنة التترية تضغط على الجناح الأيسر للقوات الإسلامية، وبدأت القوات الإسلامية تتراجع تحت الضغط الرهيب للتتار، وبدأ التتار يخترقون الميسرة الإسلامية، وبدأ الشهداء يتساقطون. ولو أكمل التتار اختراقهم للميسرة فسيلتفون حول الجيش الإسلامي، وتتعادل بذلك الكفتان، وقد ترجح كفة التتار في هذه اللحظة، ويصبح إغلاق السهل خطرا على المسلمين. كان سيف الدين قطز يقف في مكان عال خلف الصفوف يراقب الموقف بكامله، ويوجه فرق الجيش إلى سد الثغرات، ويخطط لكل كبيرة وصغيرة، ولكل شاردة وواردة. اشتدت المعركة في عين جالوت على آخرها، وحمي الوطيس جدا، وشاهد قطز المعاناة التي تعيشها ميسرة الجيش المسلم، فدفع إليها بقوات احتياطية، ولكن الضغط التتري استمر، وبدأ بعض المسلمين يشعر بصعوبة الموقف، ولعل بعضهم قد شك في النصر في هذا اليوم. ولا ننسى السمعة المرعبة لجيش التتار الذي قيل عنه إنه لا يقهر. كان قطز يشاهد كل هذا ويدفع بقوات إضافية إلى الميسرة، ولكن الموقف تأزم جدا. هنا لم يجد قطز إلا حلا واحدا لا بديل له، لا بد أن ينزل بنفسه إلى ساحة المعركة، لا بد أن يثبت جنوده بالطريقة التي اعتادها معهم، طريقة القدوة، لا بد أن يوضح لجنوده بطريقة عملية أن الموت في سبيل الله غاية ومطمح وهدف. نحن نريد الآخرة وهم يريدون الدنيا، وشتان بيننا. وهنا فعل قطز فعلا مجيدا، لقد ألقى بخوذته على الأرض تعبيرا عن اشتياقه للشهادة وعدم خوفه من الموت، وأطلق صيحته الشهيرة التي قلب الموازين في أرض المعركة. لقد صرخ قطز بأعلى صوته قائلا: وإسلاماه، وإسلاماه. وألقى بنفسه وسط الأمواج المتلاطمة من البشر، وفوجئ الجنود بوجود القائد الملك المظفر قطز في وسطهم، يعاني مما يعانون ويشعر بما يشعرون، ويقاتل كما يقاتلون. أي تأييدا وأي تثبيتا وأي سكينة؟ القضية ليست حفاظا على ملك أو حماية لكرسي، القضية هي الإسلام، قضية صادقة واضحة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وشتان بين القائد الصادق الذي يعيش لدينه ولشعبه، وبين القائد الكاذب الذي يتكلم كثيرا عن فضائل الأعمال وهو لا يعيش إلا لنفسه. والتهب حماس الجند، وهانت عليهم جيوش التتار، وحملوا أرواحهم على أكفهم، وانطلقوا في جسارة نادرة يصدون الهجمة التترية البشعة. إنها ليست هجمة على ذواتهم، إنها هجمة على الإسلام. واشتعل القتال في سهل عين جالوت، وعلى صوت تكبير الفلاحين على كل شيء، ولجأ المسلمون بصدق إلى ربهم في هذا اليوم المجيد من شهر رمضان. وقاتل قطز قتالا عجيبا، ثم صوب أحد التتار سهمه نحو قطز، فأخطأه السهم ولكنه أصاب الفرس الذي كان يركب عليه، فقتل الفرس من ساعته. فترجل قطز على الأرض وقاتل ماشيا لا خيل له، وما تردد وما نكص على عقبيه وما حرص على حياته، وقاتل قتالا عظيما مجيدا، يدق التتار دقة ويضرب بسيفه عن يمينه وعن شماله كأنه سيف الله المسلول، ويصيح صيحات مفزعة في أرض المعركة أرعبت التتار بمن فيهم قائدهم. ورآه أحد الأمراء وهو يقاتل ماشيا، فجاء إليه مسرعا وتنازل له عن فرسه، إلا أن قطز امتنع عن ذلك وقال له: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. وظل يقاتل قطز ماشيا إلى أن أتوه بفرس من الخيول الاحتياطية، وقال قطز قولة مشهورة في التاريخ: إن قتلت هنا في أرض المعركة
المعركة، فإلى الجنة أروح إن شاء الله. أما الإسلام فله رب لا يضيعه، وقد قتل فلان وفلان وفلان قبلي، لقد مات عمر وعثمان وعلي وخالد والمثنى، فأقام الله للإسلام من يحفظه بعدهم. وكان سيف الدين قطز يقاتل في هذه المعركة قتال المستميت، ربما أصدق تشبيها لقتاله هو قتال خالد بن الوليد في معركة اليرموك. فكان يقاتل قطز بضراوة عجيبة، وقتل أعدادا هائلة من التتار، ولم تكن قضيته أن يموت أو يحيا، ولكن كانت قضيته إما نصر وإما شهادة. وبدأت الكفة بفضل الله تميل من جديد لصالح المسلمين، وارتد الضغط على جيش التتار، وأطبق المسلمون الدائرة تدريجيا على التتار، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتقدم أمير من الأمراء المماليك المهارة في القتال، وهو جمال الدين آقوش، وهو من مماليك الناصر يوسف الأيوبي، وأبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، واخترق الصفوف التترية في حملة صادقة موفقة حتى وصل في اختراقه إلى كتبغة، ورفع البطل المسلم سيفه وهوى بكل قوته على رقبة الطاغية المتكبر كتبغة، وطارت الرأس المتكبرة في أرض القتال تتدحرج بين أقدام المسلمين، وسقط زعيم التتار، وبسقوطه سقطت كل عزيمة عند جيش التتار. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقيل أيضا أن الذي قتل كتبغة هو ركن الدين بيبرس، بارزه مبارزة شرسة، فكان كلاهما فارس لا يشق له غبار، وبيبرس من أعظم الفرسان على مر التاريخ، وكتبغة كذلك من أعظم فرسان التتار، وتبارزا وتصارعا ساعة من زمن حتى مكن الله بيبرس من القضاء على كتبغة، فصارعه في المنازلة وقتله وقطع رأسه وألقاه بين أقدام المسلمين. وعندما رأى التتار بيبرس بهذه الصورة الضارية الشرسة ازدادوا رعبا على رعبهم، وتغير ميزان القتال عند التتار، فما أصبح لهم من هم إلا أن يفتحوا لأنفسهم طريقا في المدخل الشمالي حتى يتمكنوا من الهرب بأقصى سرعة. وانطلق المسلمون خلف التتار يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وسقطت جحافل التتار تحت أقدام المسلمين صرعة، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر. ضاعت السمعة وسقطت الهيبة، ومزق الجيش الرهيب شر ممزق. وركز التتار جهدهم على فتح ثغرة في مدخل سهل عين جالوت، واستطاعوا بعد جهد جهيد أن يحدثوا ثغرة في الصف المسلم الواقف على باب المدخل. وانطلق التتار في سرعة عجيبة يولون الأدبار، وخرجت أعداد كبيرة يسرعون الخطى في اتجاه الشمال لعل هناك مهربة، وجيوش المسلمين تجري خلف جيوش التتار يطاردونهم ولا يتركونهم. فليس الغرض هو الانتصار في موقعة ما، إنما الغرض تحرير البلاد كاملها عن طريق الجهاد في سبيل الله. والتتار ينهبون الأرض نهبا فارين من سيوف المسلمين بمشهد ساخر جدا، والمسلمون وراءهم يقتلونهم ويأسرونهم. ووجد التتار أن المسلمين جادون في طلبهم والقضاء عليهم، فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد لتدور موقعة أخرى عند بيسان. أجمع المؤرخون على أنها أصعب من عين جالوت، وقاتل التتار قتالا رهيبا، ودافعوا عن حياتهم بكل قوة وبسالة، وبدأوا يضغطون على المسلمين وكادوا يقلبون الأمور لمصلحتهم. وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وكانت هذه اللحظات من أحرج اللحظات في حياة القوات الإسلامية. وانطلق سيف الدين قطز خلف بيبرس إلى هذه المعركة الثانية عند بيسان، وبدأ يحمس المسلمين من جديد على القتال بكل ثبات وبكل ضراوة. إن النصر لمن ثبت ساعة من الزمن، فلا تولوهم الأدبار. ثم انطلقت صيحته الخالدة، و إسلاما إسلاما، صيحة قالها ثلاث مرات، ثم قال في تضرع لله تعالى: انصر عبدك قطز على التتار. ما أحسن اعترافه بعبوديته في هذا المقام. يا الله، انصر عبدك قطز، لست أنا الملك المظفر، لست أمير المؤمنين، لست ملك المسلمين، لست سلطان مصر، إنما أنا عبدك. بالله عليكم، كيف يلجأ العبد بصدق إلى الله تعالى ثم يتركه الله عز وجل؟ أنا عند ظن عبدي بي لقد
دق قطز على الباب الذي ما طرق عليه صادق إلا وفتح له. لقد تقرب قطز إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وعندما يخشع ملوك الأرض لا بد أن يرحم جبار السماوات والأرض. وما أن انتهى من دعائه وطلبه إلا وخارت قوى التتار تماما، وبدأ الجنود الذين روعوا الأرض قبل ذلك يتساقطون كالذباب على أرض بيسان. قضى المسلمون تماما على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وارتفعت راية الإسلام وتهاوت راية التتار، وجاءت اللحظة التي ينتظرها المسلمون منذ 40 سنة أو تزيد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لقد أبيد جيش التتار بكامله، ولم يبق على قيد الحياة من الجيش أحد بالمرة. هل سمعتم أمرا كهذا؟ لقد فني الجيش الذي اجتاح نصف الكرة الأرضية، فني الجيش الذي سفك دماء الملايين وخرب مئات المدن وعاث في الأرض فسادا شرقا وغربا. هنيئا لكم أيها المسلمون بالنصر العظيم، هنيئا لك يا قطز، قد حان وقت قطف الثمار، وما النصر إلا من عند الله. ماذا فعل قطز عندما رأى جموع التتار صرع على أرض بيسان المباركة؟ لقد نزل البطل المجاهد العظيم التقي الورع، نزل من على فرسه ومرغ وجهه في الأرض وسجد لله شاكرا ما دخله غرور المنتصرين، وما رفع رأسه بزهو المتكبرين، وما شعر أنه قد فعل شيئا، بل إن الفضل والمنة لله عز وجل، هو الذي أنعم عليه بأن اختاره ليكون مجاهدا، وهو الذي من عليه بالثبات، وهو الذي ألهمه الحكمة في القتال، وألهمه الصواب في الرأي، وهو الذي هداه السبيل. كانت معركة عين جالوت واحدة من أكثر المعارك حسما في التاريخ، أنقذت العالم الإسلامي من خطر داهم لم يواجه مثله قبل ذلك، وأنقذت حضارته من الضياع والانهيار، وحمت العالم الأوروبي أيضا من شر لم يكن لأحد من ملوك أوروبا وقتئذ أن يدفعه. وكان هذا النصر إيذانا بخلاص الشام من أيدي المغول، إذ أسرع ولاة المغول في الشام بالهرب، فدخل قطز دمشق على رأس جيوشه الظافرة، وبدأ في إعادة الأمن إلى نصابه في جميع المدن الشامية وترتيب أحوالها وتعيين ولاة لها. وهذا ما سنتحدث عنه في الفيديو القادم إن شاء الله.